أهلا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج في الارتفاع فقط من أورشليم القدس. أحب أرحب بكل مشاهد. النهاردة بنقرأ مع بعض من سفر التكوين وإصحاح 12 ومن عدد 1 لـ3. الرب الحلو دعا إبراهيم وقال له كده، وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. دعوة الرب كده لإبراهيم بيقول له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، أخرج كده للأرض اللي أنا بدعوك إليها. ودعوة الرب اللي كانت لإبراهيم ما زالت موجودة النهاردة لينا. الرب بيدعونا أننا نخرج من الحياة التقليدية اللي تعودنا عليها، لأنه أكيد في معنى للحياة أعظم بكتير من مجرد أن الشخص يعيش يتولد ويدخل مدارس ويدور على شغل بعد كده ويتجوز ويربي عيال ويجوز العيال بعد كده يموت. بكل تأكيد الحياة تحمل معنى أعظم بكثير، والرب على قلبه خطة عظيمة لكل واحد بيسمعني. بس عشان نختبر الدعوة والمجد دوت وخطة الله، لابد أننا نتجاوب مع دعوته. عشان نختبر دوت لازم نذهب ونخرج من الظروف العادية، نقبل أننا نخرج. دي خطوة عايزة إيمان، عايزة شجاعة، عايزة جرأة، أنك يبقى عندك استعداد تعمل زي ما الرب قال لإبراهيم: أخرج وإذهب. منين؟ من أرضك. الأرض بتتحدث عن الأجواء اللي أنت عايش فيها. يمكن الأرض اللي أنت فيها أرض مليانة بالسياسة اللي ملخبطة، بظروف اقتصادية صعبة، بظروف أنه كل الناس بتخاف، كل الناس يمكن بتكتئب، ضغوط الحياة مسيطرة، وكل الناس بتعاني وبتشتكي من ظروف أجواء، من ظروف سياسية، من حروب، أياً كان شكاوي الناس، دي الأرض اللي أنت عايش فيها. والنهاردة الرب بيدعوك باسم الرب يسوع أنك تذهب، ويبقى عندك استعداد أنك تخرج من الأرض دي. ده مش معناه أنك تهاجر من مكان أنت عايش فيه وتدور على مكان أحسن ولا أهدأ. كل الأرض في كل مكان، كل مكان فيه متاعب مختلفة، بس الفكرة أنك يبقى عندك استعداد أنك تخرج من الجو ومن التأثير ده، وأنك تعلن كده أنه ده ما يأثرش عليك باسم الرب يسوع. هل يبقى عندك استعداد النهاردة أنك أنت تخرج من أرضك، من الظروف اللي انت عايش فيها، وتتجاوب مع الرب؟ هل عندك استعداد النهاردة انك انت تيجي وتخرج، بس مش بس من أرضك، لكن كمان من بيت أبيك؟ قال له كده اذهب من بيت أبيك. بيت أبيك ده البيت اللي فيه الناس اللي أنا تربيت معاهم، الناس اللي بيحبوني وأنا بحبهم. تقول لي طب إيه الغلط في حاجة زي كده؟ هل الرب عايزني إن أنا أسيب الناس اللي أنا بحبهم؟ رب بيقول لك ببساطة إنه علشان تتمتع بحياة المجد لابد إنه ما يكونش في حاجة بتفصلك، ما فيش أي حاجة تفصلك عن خطة الله، حتى أقرب الناس إليك. وإنك أنت يبقى عندك استعداد إنك تتنازل زي ما الرب يسوع كده ما قال كده: إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني، لا يستطيع إنه يجي يمشي ورايا ويتبعني. أنت محتاج إنك تقول له: يا رب أنت الأول في حياتي، أنت قبل أبويا وأمي، أنت قبل أخويا وأختي، أنت قبل مراتي وأولادي، أنت قبل أي شخص، أنت الشخص الأول في حياتي. لن تستطيع أن تختبر مجد الرب وأنت بتحاول تجمع بين الاثنين. مش معناهم أنك ما تحبش أهلك، لكن المحبة الأولى للرب والمحبة ليهم ثانية تأتي بعد ذلك. لكن بيقول له كمان اذهب من عشيرتك. العشيرة هنا بيتحدث عن المجتمع والعادات والتقاليد اللي أنت تربيت عليها. يمكن أنت عندك عادات وتقاليد معينة. يا أحبائي، ما أكثر الناس اللي ما مش قادرين يمشوا وراء الرب لأنهم متمسكين بعادات وتقاليد، زي ما الرب يسوع قال كده إن في ناس تبطل كلمة الله وناموس الله بتقاليد الناس. وياما ناس كده لما يتواجهوا بكلمة الله وكلمة الرب بتقول لهم إنه مثلاً لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، ما يكونش فيه شركة مع العالم، أنت العادات والتقاليد عيب إن أنا ما اشتركش. فقول الرب يقول لك إزاي تشرب خمر وإزاي إنك أنت تقعد في مجالس المستهزئين؟ تقول لي عيب، دي الأصول والتقاليد، لازم أجامل الناس وحيزعلوا والرب مش عايزني أزعلهم. كلا وألف كلا، الرب يريدك بكل تأكيد أنك أنت
تخرج من عشيرتك، من المجتمع اللي انت عايش فيه ومن عاداته وتقاليده. اذهب، اخرج من أرضك، من بيت أبيك، من عشيرتك. هو ده قصد الرب. لكن كمان يقول إيه الرب في رسالة العبرانيين لما الحديث كان عن إبراهيم، لما الرب دعا إبراهيم وخرج قال له اذهب، لكن قال له هتروح فين؟ إبراهيم ممكن كان بيسأله كده، أروح فين يا رب؟ باسم الرب يسوع لا نذهب وإحنا عارفين المكان. كتير الرب بيخلينا إننا نروح فين؟ يقولك ما تعرفش وهو لا يعلم. في رسالة العبرانيين في إصحاح 11 وعدد 8 بيقول خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. يعني تقول لي طب الرب هيوديني فين؟ أقولك يمكن الرب ما يقولكش التفاصيل أنت هتعمل إيه وهياخدك فين، لكن أنت يكفيك أنك تتجاوب وتقول له أنا هخرج يا رب وأنا مش عارف فين. تقول لي طب ليه الرب بيعمل كده؟ أقولك عشان دي حياة الإيمان. الإيمان إنك تبقى واثق في حبة الله وأمانة الله، إنه مش هيسيبك، إنه هيعتني بيك، إنه هيكون معاك طول الوقت، لن يتركك ولن يهملك، سيكون معك كل الأيام. عشان كده لو في شخص عايز يتبع الرب بس بطبيعته كده عايز دايماً يبقى عارف الخطوة الجاية رايح فين، وأنا عايز أحسبها صح كده وأشوف أنا رايح فين وبعارف والرب يقول لي كل التفاصيل. أقولك الحياة مع الرب، الدعوة مع الرب حياة مغامرات، مغامرات يعني ما تعرفش بكرة فين. ليس لو أنت هتتبع الرب ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه، لطيور السماء أو جرة وللثعالب، لكن لابن الإنسان ما يعرفش هيبات فين النهاردة. يمكن النهاردة الرب يقودك أنك تكون في هذا المكان وبكرة في مكان تاني. يمكن النهاردة الرب يخليك تشتغل في شغلانة معينة بس عايز ياخدك في حتة تانية وتشتغل شغلانة تانية. انت مع الرب حياتك حياة المغامرات، وعشان كده حياة مليانة بالتمتع، حياة مليانة ما فيهاش ملل، مليانة بأهداف عظيمة جدا. وكل مرة بتعيش مع الرب في مغامرات بتختبر حياة المجد. لكن كمان يقول الكتاب ايه؟ إنه فأجعلك أمة عظيمة. يعني حياة المجد نعم حياة إيمان وحياة مغامرات، بس مش حياة بقى ما فيهاش الروتينية، حياة مش إنها مجرد كده تعود على أمور، لكن حياة تتمتع بالأمجاد العظيمة. لن تختبر المجد قبل أن تتجاوب مع دعوة الرب وهو بيقولك كده تعالوا إلي. الرب يسوع بيدعوك النهاردة إنك تيجي وتسلم له حياتك. الرب بيدعوك إنك تيجي وتدي له كل حياتك وتعيش معاه، تعيش معاه في الارتفاع وتعيش معاه من مجد إلى مجد، وتكون معه في مكان تاني مختلف خالص، تتمتع بحياة البركة، تشوف الرب اللي بيسدد لك الاحتياج، تشوف الرب اللي يجي كده ويسخر ناس من أجل خيرك، تشوف الرب كده اللي بيفتح الأبواب المغلقة أمامك، تشوف الرب كده وهو بيعمل في حياتك أكتر وأكتر من قوة إلى قوة. باسم الرب يسوع نتجاوب مع الرب عشان نشوف حياة لم نختبرها من قبل، ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ما عده الله للذين يؤمنون به، للذين يحبونه، للذين يتبعونه، للذين يخضعون لمشيئته. في اسم الرب يسوع نخضع للرب ونعيش معه من مجد إلى مجد. النهاردة الدعوة واضحة كده، اذهب من بيتك، من أرضك، من عشيرتك، تعال ورايا زي ما دعا كده بطرس وقال له كده أنا أجعلك صياد للناس، زي ما دعا لاوي وجعل منه متى، زي ما دعا كثيرين اترك كل شيء واتبعني، اترك كل شيء. هل تترك كل شيء وتيجي وتتبع الرب؟ النهاردة باسم الرب يسوع تعالى، تعالى كده وتجاوب معه وقول له يا رب كده يمكن جواك، يمكن النهاردة وانت بتسمعني كده حاسس بخوف، حاسس كده انك مش عارف تاخد الخطوة دي، لانه ده معناه انه في عدم امان، انك مش عارف ايه اللي هيحصل بكرة. لكن ادعوك عزيزي المشاهد انك تيجي وكلم الرب عن المخاوف اللي جواك، كلم الرب كده عن انك ما عندكش الجرأة أو ما عندكش الشجاعة، وهو حيجي يديك الجرأة والشجاعة. باسم الرب يسوع تعالى، تعالى النهاردة
تعالى الرب كده من كل قلبك وحط قدامه كل مخاوفك، وهو سيعمل في حياتك بقوة غير عادية. هنتابع مع حضراتكم تأملاتنا بعد فاصل قصير مع هذه الترنيمة، ابقوا معنا. بعد حديثنا من سفر التكوين وإصحاح 12 في دعوة الرب لإبراهيم، يقول الكتاب كده إنه الرب لما قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظمك وأعظم اسمك وتكون بركة. أنا عايز أقف النهاردة عند كلمة وتكون بركة. كلنا ممكن نبقى عارفين إنه الرب يبارك شخص،
لكن الشيء الجميل قوي لما أسمع أن الرب بيقول لي كده أنا أكون بركة. يعني أنت نفسك محطة زي ستيشن كده، زي محطة كهرباء بتولد كهرباء وبتدي بتمد الكهرباء لأماكن مختلفة. كمان الرب عايزك أنك أنت تكون محطة للبركة، منها إشعاع مصدر بركة لمن حولك. هاللويا. عزيزي المشاهد، أي شخص آمن بالرب يسوع، أي شخص آمن وضع ثقته في الصليب وعمل الرب أنه شال كل خطاياه أثامه وقبل من الرب حياة أبدية، يستطيع أن يتمتع بالوعد أنه كمان هو الرب لما يحط إيديه عليك كده يجعل منك أنت مصدر بركة في اسم الرب يسوع. نشوف إزاي في الكتاب المقدس أن في ناس الرب استخدمهم أنه كانوا سبب بركة لمن حولهم، حتى سبب بركة مش بس للي بيحبوهم، لكن كمان حتى سبب بركة للخطاة والمجتمع اللي هم فيه. تذكر معي عزيزي إزاي أنه كان في وقت من الأوقات أنه الرب بارك يوسف، وإيه اللي حصل؟ إن هو أصبح بركة، أصبح بركة، أصبح بركة لبيت فوتيفار. بارك الرب بيت فوتيفار بسبب يوسف. وإنت وجودك في المكان، سواء مكان الشغل، سواء مكان اللي أنت ساكن فيه، تكون سبب بركة للناس اللي حواليك. وهو ده المعنى اللي الرب يسوع أكده لما كان بيقول كده أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. واضح أننا نور للعالم، أننا مصدر نور عشان نوريهم عن يسوع، لكن كمان أنت ملح. ليه الملح؟ ليه الرب يسوع استخدم تعبير الملح؟ لأن الملح كان بيستخدموه زمان عشان مش مجرد يملح الأكل ويديله طعم، ده جزء طبعا، لكن كمان كان جزء أساسي علشان يحفظ الأكل. كانش عندهم تلاجات زي دلوقتي، لكن كانوا بيحفظوا الأكل أنهم يحطوه في ملح كثير. وانت سبب حفظ وحماية لمن حولك. نعم، لما يكون مؤمن مع الرب عايش واقف ضد الخطية، بيعلن إيمانه بالرب في حياته، هو يكون مصدر حماية، انه بسبب يكون في حماية من أي أذى، من أي حوادث، من أي أمراض غريبة، مش بس ليه لكن للناس اللي حواليه. باسم الرب يسوع نتمتع اننا نكون بركة لمن حولنا. عزيزي المشاهد، الرب عايزك انك تكون بركة، وعايزك انك تكون في الارتفاع. وعشان تكون في الارتفاع محتاج انك انت تؤمن ان انا بركة. مش بس بنشوف يوسف ان الرب بارك بيت فوتيفار بسبب يوسف، وبارك امواله وعمله وبيته وممتلكاته، ده كمان بنشوف ازاي ان الرب بارك لبان بسبب يعقوب. وايه يعقوب في الوقت ده؟ ما كانش في نضج روحي، ده بالعكس، ده كان في مرحلة في حياته الرب بيكبره وبياخده واحدة واحدة، وبيتعامل مع مشاكل فيه، وكان فيه خبص، وكان فيه التواءات، وكان بيلجأ للطرق البشرية وبدراعه إزاي إنه ياخد البركة. لكن بالرغم ده، لأنه كان فيه علاقة مع الرب، ويعقوب كان مسلم حياته للرب، إيه النتيجة؟ أن الرب بارك يعقوب فقط؟ كلا، هو رجع من بيت لبان وهو فعلا عنده بركة كتيرة في المواشي، لكن الرب بارك حتى في المواشي بتاعت لبان بسبب يعقوب. نعم، الرب يجعلك، الرب بسببك كده يبارك شغلك، يعني بطريقة عملية كده، أن يمكن في ظروف اقتصادية كده نفس البزنس، نفس العمل، طبيعة الشغل اللي أنت بتشتغل فيه يمكن أشغال تقفل بسبب ظروف اقتصادية، لكن الشغل اللي أنت فيه لا، ده يجيله زباين أكتر، يجيله فرص عمل أكتر، ويتسع الشغل اللي أنت فيه برغم أنه يمكن مش بتاعك، لكن بتاع شخص غير مؤمن، لكن بسببك أنت الرب يتعامل بقوة ويبارك بيت فوتيفار، لأنه قال كده أباركك. أنت بركة ليك ولبيتك، لكن أجعلك بركة، أنت تكون بركة. نفسي كل شخص بيسمعني النهاردة كده يقول أنا بركة وأنا سعيش بركة. بمعنى تاني إيه؟ إن ده عكس أي كلمات سلبية سمعتها كل أيام حياتك، سواء يمكن في وقت كده عزيزي المشاهد سمعت في وقت كده وإنت ابتديت تصدق إن إنت نحس، إن إنت كده سبب لعنة، إن إنت سبب الألم اللي موجود في البيت. ويمكن في شخص كده لسان حاله بيقول أنا كل ما أدخل في حاجة تبوظ، أنا كل ما أعمل حاجة تخرب، كل ما أدخل في شغلانة معينة كل حاجة تتلعبك، وأكيد أنا نحس وأنا بجيب
مشاكل للمكان اللي أنا فيه باسم الرب يسوع النهاردة تقول لا، أنا الرب جعلني بركة، وأنا سأثق أنه باسم يسوع هيتبارك بيا الناس اللي حواليا، سواء بيتي، أصدقائي، المجتمع اللي أنا عايش فيه، أنا هكون سبب بركة لي. عايز أقرأ معاك آية كده من سفر أشعياء، آية جميلة جدا في أشعياء 55 والعدد الأخير. كلمة الرب بيقول كده أنه عوضا عن الشوك ينبت سر، وعوضا عن الكريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. عوضا عن الشوك ينبت آس. إيه الشوك؟ الشوك ده مصدر أذى، تعب. الشوك كده مصدر أذى للناس اللي حواليه. ولو أنت حاسس كده أنه لسنين طويلة أنت كنت عايش مصدر أذى، مصدر أذى وجايب الغم والتعب، جايب المشاكل بسبب قراراتك، بسبب اللي أنت بتعمله، أو بسبب وجودك، حتى مجرد وجودك أنت سبب تعب وحمل على آخرين، بدل ما أنت تحاول أنك أنت تحس بالذنب وتتعب مع نفسك كده وتتضايق، باسم الرب يسوع تيجي النهاردة وتقول له يا رب، يا رب اديني أن أنا أكون سبب بركة. أنت انزع، أنا مش عايز أكون شوك لأحد، لكن أنا عايز أكون سبب بركة وأكون آس يا رب كده، حاجة فيها خير وبركة لكل من حولي باسم الرب يسوع. نكمل مع بعض كده حديثنا، ويقول كده مش بس أباركك وتكون بركة، لكن بيقول كمان إيه؟ ولعنك ألعنه. يعني لما الشخص يعيش مع الرب بقى كمان يحصل إيه؟ لعنك، لعنك ده الشخص اللي يحاول يأذيك، اللي يحاول إنه يجلب لك الشر، اللي يحاول يتعبك، لعنك ألعنه. يعني أي شخص يقترب من ولاد الرب يحاول أن يأذيهم، يحاول أنه يتطاول عليهم، يحاول أنه يأتي على حياتهم بأذى من أي نوع، هو يؤذى. تقول لي طب ما أنا مؤمن بالرب كده، ده أنا بالعكس، ده أنا أي حد عايز يأذيني أنا بقيت يعني للدوس، أي حد بيدوس عليا بيدوس على كرامتي، بيدوس على شرفي، يستهزئ بيا، إن كان في الشغل إن كان في البيت. ممكن واحدة بتسمعني النهاردة أنا حاسة ولا في البيت ليا احترام، ولا في الشغل ليا مكانة، أنا في كل حتة من داسة، مهانة النفس. الرب بيقولك النهاردة باسم الرب يسوع أن لعنك ألعنه، أنه يرفع الأذى من عليكي. وكمان باسم الرب يسوع لو ناس بيرتبوا لك شر ومكيدة وفخاخ هم يقع فيها، ده وعد الرب أن لعنك ألعنه. بص معايا كده في مزمور 9 آيات جميلة جدا، إنه الأمم رتبوا زي فخ كده، والكتاب بيقول إيه كده في عدد 15: تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. يعني يمكن كده الناس ده أمم بيجوا كده ويعملوا خطة مؤامرة عشان يوقعوك في شر عظيم، وتحس أنا أعمل إيه قدام كل الناس ديت. الرب يجي يقول لك كده لا، ده اللي يعملوه هم اللي يتورطوا فيه، والشبكة اللي هم بيرتبوها والفخ اللي بيعدوه ليك رجليهم تنتشب فيها باسم الرب يسوع. دي كلمة الرب. أحبائي أفكرك معايا كده من سفر السير، إزاي إن كان في شخص شرير جدا كان بيكره شعب الله اسمه هامان، وهامان دوت كان بيكره مردخاي الشخص اللي كان بيعبد الرب وكان مخلص وكان شخص عنده إيمان غير عادي بالرب وبخلاص الرب وبإنقاذ الرب، وأن الرب سيحفظه، وأن الرب سيباركه ويجعله بركة، وأن الرب سيلعن لعينيه. مردخاي كان شخص عنده إيمان، وأشجعك النهاردة باسم يسوع أن تكون مثل مردخاي، عندك إيمان. هامان في وقت من الأوقات كده رتب مؤامرة، لأنه ده كان قريب جدا من الملك، وعرف بالمؤامرة اللي عملها والشبكة اللي رتبها كده أنه يوقع كل شعب الله، وبصفة خاصة مردخاي، أنه كلهم يتصلبوا كلهم يموتوا. وكانت ماذا كانت النتيجة؟ أنه نفس الخشبة اللي أعداها هامان علشان يموت ناس تانية زي مردخاي، هو نفسه مات فيها. هللويا للإله العظيم. كل آلة صورت ضدك لا تنجح. قول معايا أمين. ليه تخاف؟
ليه تعيش حياة كده وانت خايف كده انه دول هيعملوا وبيرتبوا لي وعاملين لي تحقيق في الشغل والظروف والجيران مرتبين وليهم علاقات في البوليس وحياخدوا الارض والمكان اللي انا ساكن فيه ومرتبين لي ناس كده يأذوني ويخوفوني؟ كلا والف كلا، باسم الرب يسوع. انت مش صدفة انك بتسمع الكلمات ده عشان الرب عايز يقولك كده، انا لعينك العنه وتتورط الامم في الحفرة اللي عملوها عشانك، ورجليهم هتنتشب في نفس الشبكة اللي عملوها علشانك باسم الرب يسوع، لأن إلهك حي، إله عظيم. بص معايا كمان في مزمور 37، آيات جميلة جدا، نفس المعنى بيتكرر. وفي عدد 14 يقول: الأشرار قد صلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير. يعني طلعوا السيف عشان يذبحوا المسكين، وجاء مسكوا القوس عشان يضربوا بالسهام الأبرار. يقول إيه الكتاب؟ لقتل المستقيم في طريقهم سيفهم ويدخل إيه بقى؟ يدخل في قلبهم، سيفهم نفسه سيدخل في قلبهم. السيف بتاعهم بدل ما يوجهوه ليك هيدخل في قلبهم. وقيسهم القسي بتاعهم كده اللي بيضربوا بيه يحصل ايه؟ يدخل فيهم هم. هاللويا. يسقط عن جانبك ألوف، ربوات عن يمينك إليك لا يقرب. عايز أصلي معاك كده في نهاية الحلقة النهاردة باسم الرب يسوع، ونعلن أن الرب يباركك ويجعلك بركة لكل من حولك، زي ما كان يعقوب وزي ما كان يوسف لبيت فوتيفار. وما تخافش، النهاردة الرب بيطمنك، بيبعت لك رسالة طمأنينة، أنا معك يقول الرب. يا رب أنا بصلي باسم الرب يسوع لكل مشاهد، إنك تحميه وتديله أمان وتديله ثقة وإيمان. يا رب أن لاعنك ألعنه، دي كلماتك لينا، لاعنك ألعنه، تباركني وتبارك مباركية باسم الرب يسوع، آمين. في نهاية البرنامج أحب أشكرك على حسن متابعتك. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج في الارتفاع فقط. الرب معك.